عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبير فراج أحمد. أنا دنيا عبد المنعم. أنا نورهان فايز. أنا نغم جمال. أيمن محمود، طالبة بقسم إعلام جامعة سوهاج، شعبة علاقات عامة. أنا وزمايلي في الدفعة عاملين حملة للتوعية بفيروس كورونا تحت إشراف دكتورنا مرزوق العدلي. الحملة دي عبارة عن صفحة على الفيسبوك بنحاول نوصل فيها كل المعلومات والأخبار لكل أهالينا ولكل الشعب المصري. بنقول لهم كل الحاجات اللي لازم نعملها الفترة دي. والحملة لحد دلوقتي ناجحة جدا إعلاميا ومؤثرة جدا، سواء على المواقع أو على السوشيال ميديا. ده وعشان نأثر أكتر إن شاء الله كل يوم هننزل فيديو بنوعي فيها كل أهالينا بفيروس كورونا وإيه المطلوب مننا عشان نفسك وعشان صحتك وعشان الناس اللي حواليك. أتمنى من حضراتكم إنكم تلتزموا بالبيت ورب يحفظ مصر والسلامة لينا كلنا. وبتقول لك خليك في البيت، إلزم البيت، stay at home، لك stay at home، وخليكم في البيت اسبوعين بس نعدي المرحلة دي على خير وبعد كده نطلع ونمارس حياتنا الطبيعية براحتنا مع تحقيق التعليقات.